فضيلة الشيخ، الأخت أم مرام تقول: هل للأم أو أبي أن يتدخلوا في شؤون زوجي وأولادي في حياتنا الزوجية؟ وما نصيحة الشيخ في هذا الموضوع؟ التدخل للإصلاح هذا شيء طيب، أما التدخل لإفساد الزوجين بعضهما على بعض فهذا حرام ولا يجوز، وهذا من تخبيب المرأة على زوجها، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها. نعم.